خلص العمر التاينا وافترقنا وما حكينا شو تذكرنا وشو ما نسينا تعرف قديش كنت أكل هم إنه هدول البنتين اللي ضاعوا عن بعض يلتقوا. هلا صار همي الأكبر إنه يلتقي رامز القديم مع رامز اللي هلا عم شوفه قدامي. عن إذنك. تفضل حبيبي. تسلم إيديك. شكرا. الو اهلين دكتور فادي. يا هلا كيفك؟ منيح بيسلم عليك. وكيف صاحبك؟ ايه اهلا وسهلا. ايه امتى ما بدك. يا اهلا وسهلا. هلا انا معك. قال بده يجي لعنا في موضوع كتير مهم. اهلا وسهلا فيك. امي عندي جوزك افرح فيك. جوزيني الي؟ ما ليك هي عندك ابنك زياد، هو الكبير واولى مني انه يتجوز. زياد بيعرف مصلحته منيح، بس امي انت عايش لي بجو فنانين وبخاف تتعلق لي بشي وحده منهم. امي اتركي قيس بهمه. انو هم هاد؟ ليكون حابب لي شي وحده ممثله. الله يرضى عليك امي، لك هدول بيتطلقوا وبيتجوزوا كثير ما شفتهم بهالمسلسلات. امي هدول بس بالمسلسلات، يعني بالحياة هن ناس عاديين مثلنا، يعني كله تمثيل وكذب، ما هيك قيس؟ ايه لك عن شو وصلك همك؟ همي؟ امي والله ما في هم، على فكرة أنت لحالك عم تخترعي لي هم، لا وأحلى شيء إنك هيك عم تحمليني إياه. امي قيس همه الوحيد هو مستقبله وشغله، ما عم يفكر بالجواز. مظبوط. والله لتجوزك يا زعل. شايف؟ اللي يجوزكم انتوا الاثنين. ايه اضحكوا. لك الله لا يحرمني منك. ايه
كيف حال مريضتنا اليوم؟ على حالها يا دكتور. لا النبض احسن اليوم كثير. دكتور قديش ممكن تضل على هالحالة؟ يعني مو اقل من اسبوع، صاير معها ارتجاج بالدماغ، منيح اللي نفدت كان ممكن تموت. بس المصاري اللي بقيوا معي ما بيكفوا غير يوم واحد. والله هيك ما بعرف، لازم تدبري حالك. طيب فيني انقل على مشفى حكومي؟ هو ممكن، بس انا ما بنصح تتحرك من السرير قبل اسبوع على الاقل، يعطيك العافية. الله يعافيك. تعي عندي يا بنت. مرحبا ابو وليد، بدي اياك تنزل على الجامعه كليه الطب تسالني عن بنت اسمها سلام. سلام يا بني ادم مو سهام. شو بيعرفني باي سنه؟ هي بكليه الطب بجامعه دمشق. خلصنا، وينك؟ هذا الموضوع بيضل سر بيني وبينك، عم تفهم؟ بدي اعرف كل شيء عنها. اسمعي، ما تخلي ابو مسعود يوقف مواجهه غرفه ريهام، ينزرع هنيك. بدي اعرف مين عم يفوت لعندها ومين عم يطلع من عندها، بس بدون ما تشتري. عم تفهمي علي؟ حاضر يا بك. يلا. أهلين ماما. أهلين حبيبي. يا عمري اشتقت لك، اشتقت لك أنا. والله أنا اللي اشتقت لك تقبريني حبيبي. أنت شارين ما؟ إيه هي، بس ما حرد. كيف لقيت الضيعة؟ كثير كثير حلوة، بس أكثر شيء استغربت منه إنه ما قدرت أتذكر ولا شيء. يعني تقولي هي أول مرة بحياتي بروح لهنيك؟ تعرفي أمي؟ صار لي زمان كتير ما شفت هذا المدى الواسع الفاضي. العمى، العمى على عيشتنا كيف صارت؟ تصوري، خطر ببالي سؤال عن جد جوابه كتير صعب. شو هو؟ إنه نحنا كم مرة عم نشوف السما باليوم؟ مزبوط ماما، ما عدنا شفنا السما مثل الأول. ما عاد في بشر كمان حتى مثل الأول. بتحسي كله عم يركض، كله مو واضح. يعني بتحسي ما عاد في حدا هيك حقيقي مثل الأول. ايه ماما، هنيك الناس حقيقيين وطبيعيين لأنه عايشين بالطبيعة. بتحس إلهم قيمة هيك مثل الشجرة، أطيب وأحن. بتحسهم هيك حرين عم يتنفسوا، مو مثلنا هون من كتر الضغط حاسين حالنا مخنوقين. يا الله يا الله يا أمي، جاي عبالي أعزف. Thank you.
هي انا متفرغ هلا للطب، طبعا في مشاريع كثيره بس ما في فاضيله. يعني هي بصراحه هي المهنه الطب تحديدا بتهد الحيل. مزبوط، معك وسهلا فيك. يا اهلا وسهلا. تسلموا الايدين. شكرا لك. هلا. تسلموا ايديك يا حبيبي. ان شاء الله مبسوطين. والله فوق ما تتخيل، لدرجة انه ما حنجيب شغالة، ما بدنا حدا يشاركنا حياتنا. يا رب هيك الله يهنيكم. طيب انا رح فوت الموضوع دغري، انا عندي هيك موضوع حساس كثير جاي احكي فيه. خير ان شاء الله. الحقيقة انا تعرفت على صبية بعتقد انه هاي الصبية اختها التوأم لريهان. ها؟ يعني بدك تسألني إذا ريهان بنته لعبد الباري ولا لا؟ لا أنا بعرف إنها مالها بنته. منين بتعرف؟ شو نسيتي إنه أنا رفيقه لرامز؟ على كل الأحوال مو هون المشكلة. المشكلة إنه البنت اللي قلت لك عنها اللي هي سلام اكتشفت من فترة إنه الناس اللي ربوها هدول مو أهلها. بس للأسف ما بتعرف أهلها الحقيقيين، لأنه أهلها اللي ربوها ما بيعرفوه. شغلة غريبة فعلاً. بس أنا ما عرفت. أنت لوين بدك توصل؟ بدي أوصل لأنه ريهان تعرف هاي الحقيقة كمان، إنه الناس اللي عايشة عندهم هلا مو أهلها، مثل ما سلام تعرف، وهي رح تكون الخطوة الأولى مشان يدوروا التنتين على أهلهم الحقيقيين، لأنه سلام هيك عملت. يعني أنا بشو فيني ساعدك؟ تحكي مع ريهان. عوافي وجودي. اهلين اهلين. هاي بيت بنات وهي بيت انجنات وهدول الكسايات. سلم هالايدين، عم نعذبك معنا. ولو انت ما بتعرفي غلاوتك عندي. بشرفي اذا بتطلبي لبن لعصفور لاجيب لك اياه. ما بتقصر. بدك شيء؟ سلامتك. السلام عليكم. فادي لا تكون أناني، هذا الموضوع رح يضر رامز كتير، لك أكتر بالأول. بس رامز ماله أهم الحقيقة. لا، غلطان كتير، أنا ابني أهم شيء بالدنيا. لحظة لحظة يا جماعة، هلأ رامز مو قريب كتير من عبد الباري؟ مزبوط. وريهان ما بدها اياه، خلص انتهى من حياتها. بس ممكن يرجعوا. ممكن تفسري لي كيف؟ سميح شو بك؟ الحب ما بيموت. لا بيموت، بيموت مدام بيموت. إذا بيكون في خيانة وفي تخلي، طبعاً بده يموت. ورامز بيوم من الأيام تخلى عن ريهام، وبظن أنا هي ما رح تسامحه. وسلام وريهام شافوا بعض؟ إيه شافوا بعض. بس المشكلة إنه ريهام تعاملت مع القصة بكتير برود. بس أنا برأيي شاهيناز إنك أنت تتعاملي مع المسألة بشكل إنساني وتوقفي جنب هالعيلة لحتى يرجعوا يتعرفوا على بعض ويلتم شملهم من أول وجديد. بس أنا ابني. مدام لا تاكلي هم، رامز ما رح يصير عليه شيء. وعبد الباري؟ لك أنتم متخيلين شو ممكن يعمل؟ ما بيقدر يساوي شيء. بعدين نحن هدفنا نبيل. إذا هو فعلا بيحب ريهام ما رح يعمل أي شيء ولا رح يتضايق إذا هي عرفت الحقيقة. خلصنا بقى. ما بعرف. اتركوني أفكر. يعني الموضوع صعب وخطير. امسكي هدول ضبيهم ولا تشتري غير اللازم والضروري. ليش شو عم نشتري يا حسرة؟ بس أنا شايف الغلة كل ما أنا لورا. شو بدنا نسوي؟ الشغل دائر والدخان الأجنبي معبي البلد وما عاد حدا وقف عنا يشتري باكيت دخان. يا دوب هالكم شرية مشان جبرة الخاطر. يعني على هالحالة ما رح نقدر نشتري المازوتات؟ ليه صوبية الحطب من شو بتشكي؟ الحطب موجود والحمد لله. صحيح ما اتصل حسين؟ لا والله صار له 3 أشهر ما بعت ولا قرش. غايب حشته معه. على كل لا تاكلي هم الا ما يرجع الشغل يتحسن ان شاء الله. الله يسمع منك.
عندك بسرعه. خود وصي. احلى شيحه. الله يرضى عليك سيدي. نفخ لي يا جوا. نفخ نفخ يا ابن. مرحبا. اهلا. يا هلا. كيف شو هالمفاجأة الحلوة هي؟ تفضلي. شيحة ساوي لك كاسة شاي للأستاذة. لا 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 ما في داعي، كثير مستعجلة، بس عرفت لك أخبار جديدة عن الغول أو الفهد، شاي أقول لك إياها وأمشي. طيب قاعدة ارتاحي لك شوي؟ والله ما بقدر، عندي شغل كثير بالمحكمة. على راحتك، مع إني كنت حابب أكسبك على كاسة شاي. شو الشيء الجديد اللي عرفتيه؟ يا سيدي عرفت لك إنه هدول الاثنين شغلتهم كثير كبيرة، وبإذن الله وقعتهم صار. عن جد عم تحكي؟ إيه الله يبشرك بالخير. بتعرف انه كل هالعز والابهه اللي عايشين فيه من ورا المخدرات والتزوير العملي؟ عن جد عم تحكي؟ طيب كيف عرفتي؟ ولو يا زياد هي شغلتي انا. المهم هلا انه صار بين ايدي دلائل بتورطهم بهيك قضايا، وحسب المواصفات اللي معملتها وزاره الداخليه ممكن يطلعوا مرتين باكثر من 10 قضايا. بشويه بحث وجمع معلومات ممكن ناكدها لهي الادله، وهي كمان ترك علي. والله ما فهمت عليكي شيء. مو مشكله، بعد الظهر بس شوفك بفهمك كل شيء. طيب وين بدنا نلتقى وامتى؟ خلينا على تلفون. يلا باي. ماشي الله معك مهونه ان شاء الله. يلا يا ادريس حاجه مضبوطه. شيحه شو صار بالفلتر؟ احلى فلتر نفخ معلم جوزي. الو رامز، بدي اياك تيجي لعندي على المكتب هلا هلا ضروري. وي اجوش عندك هلا جوي. بس بالاذن لحظه. كلين شيرين، عفوا مين معي؟ شو هالحكي؟ وين وين بأنه مشفى؟ انت عم تحكي عن جد ولا شو؟ طيب اوكي انا مسافة الطريق وبجي. ايه لا تقلقي. باي 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 باي. عرفتها عرفتها. باي شباب انا بالاذن بدي اروح. اوكي لا لا خير ما في شيء. باي. فعلا فعلا هذا الموضوع بيحير. ما معقول. هي شو بعقلي؟ مو معقول. لك الشبه بيناتنا كثير قريب يا زلمه لدرجه التطابق. ايه بس كمان الشبه ما بيعني شيء. بس ما معقول ما معقول شو بتشبه بعض. احنا لازم نفكر بشكل منطقي. لازم نلاقي حل. اوكي مثل شو يعني؟ العلم مثلا ما بيقدر يحسم الموضوع؟ ايه والله صحيح. انت وليش ما بتفكروا تعملوا فحص جينات مثلا؟ قصدك الدي ان اي؟ صح. بس ليكي هذا الموضوع توب سكرت. اوكي احكي مع ريهام. لا بلا ما بدي احكي. يلا بحكيها. خلص ما بدي ما بدي. هيك لك لك الله يلعنه شو طلع واطي وندل. لك هذا ما له بني ادم، هذا وحش. لا شو وحش؟ والله الوحش ارحم منه. الله لا يوفقه شو عامل فيها؟ يا حرام يا شيرين، يا حرام.
لك في واحد بيعمل مرته هيك؟ هلا المهم شو بدنا نساوي؟ خلاص نجمة، انت كفيتي ووفيتي، يعني الموضوع صار عندي. بعدين اذا بدك انت فيك تروحي على بيت نجيب، يعني شيرين صارت اماني برقبتي. وين بدي ارجع؟ ليش البيك عادي يستقبلني؟ اذا لمرته ما رحمها انا رح يرحمني؟ اي والله والله لا يرميني من الشباك. اصبح انت ديري بالك عليها وخليكي جنبها وما بتكوني الا رضياني. لا يا استاذ بزعل منك، انا رح ابقى جنبها خدمه لوجه الله وما رح اتركها لحتى تطيب. انا يا استاذ ما بنسى لا العشره ولا الخبز والملح. والله يا نجمه ماني عارفه شو بدي اقول لك. على كل حال الله يجزيك الخير، انا حروح شوف المحاسب وبرجع لعندك. اوكي ماشي الحال. يعني شو بدك تستفيدي اذا عملتي هيك؟ هلا بدل ما نمسك هي الادله ونبعتها للشرطه بنقوم نبعت لهم اياهم لهم. يا زياد هلا الغول ابو فهد مو طالع عن القانون؟ بلا، واللي طالع عن القانون بتجيب له ادله واثباتات بتدينه بتورجيه اياها بعينه شو بيعمل؟ كل ماله بيجن اكثر. لا مو بس هيك، بجوز يرتكب جريمه جديده ليخفي جرائمه القديمه. وانا هذا اللي بدي اياه، بدي الدب يطلع من حجره ليوقع من مصيره. مثل ما بدك، من بكره رح زت الظرف على باب الوكاله تبعها، مع اني مو كثير مقتنع بهالحكي. رزان انا خايف عليك كثير منه، وخايف يعرفوا انه انت اللي عم تدقسي وراها. وليش خايف علي؟ هلا مو انت معه؟ يا ابشري وحياتك، والله اللي بده يقرب منك لسه الله ما خلق. الو هاي فادي. ايه ليكني انا بالجامعه عندك. ما بتفرق مثل ما بدك انت، بتحب انا بفوت لعندك لجوا، بتحب انت بتجي، ما بتفرق. ايه ليش لا، يلا اوكي جاي انا. يلا باي. مرحبا. سلام حبيبتي. يلا دقت لي ريهام وقالت بدها تشوفني ضروري تحكي معي بموضوع. اي بس انا متاكد انها بدها تحكي معي بموضوعكم انتو اثنين. ليكا طريقه لعندي على المكتب. طيب خلص انا شو ما بصير معي بخبرك. سلام ديري بالك على حالك. ايه باي. اهلين ريهام. تفضلي. اهلين كيفك؟ اهلا وسهلا. شرفي. كيف صحتك منيحة؟ الحمد لله. وانت كيفك؟ انا الحمد لله منيح. قولي لي بقى شو هذا الموضوع المهم والضروري يلي اجيتي زرتيني فجأة مشان؟ يا سيدي من دون مقدمات انا قررت اعمل فحص الدي ان اي لحتى ينحسم الموضوع انا وهي البنت. شو كان اسمها؟ سلام. اللي هي؟ ايه بس هذا الفحص مكلف شوي. هلا قد ما بده يكلف يكلف، المهم نعرف الحقيقة ونخلص من الموضوع. وممكن تكون يعني هي القصة بداية قصة تانية من نوع تاني. هلا هذا الشيء ببين بعد فحص الدي ان اي، إذا طلعت أختي ولا ستي ولا بنت عمي ولا اللي هو. لا إذا زبط الفحص رح تطلع أختك مو بنت عمك. هلا المهم شو المطلوب مني أعمل لحتى نعمل هذا الفحص؟ قربي شوي. لك ليش هيك سويت؟ هاي الشعرة اللي رح تقصم ظهر البعير. لك هلأ بلا مزح شو القصة؟ ولا شي، هاي الشعرة بتكفي للفحص وبعد كم يوم النتيجة. ايه هاي هي؟ هاي هي. اصدر في شغلة صغيرة قلك ياها. شو ما كانت نتيجة الفحص لا تتفاجئي ولا تكابري. اتفقنا؟ اتفقنا.
أهلين فادي، شو عم تحكي؟ عن جد؟ ايه شو قصة هاي الشعراية؟ ايه ماشي يلا جاي لعندك عالسريع، بس ما فيني طول. ايه يلا باي. الو روان، احذري شو؟ ريهام رديت تعمل فحص الدي ان اي. لك ايه عن جد عم نحكي؟ ايه خلاص هلا راح لعند فادي، بحكي لكم اليوم بالليل بس لشوفكم. يلا ماشي باي. ولو نجمه ما كانت بنت اصل، الله اعلم شو كان صار فيها يا خالي. لا 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 والله هي مو خبريه، مع انه شيرين طيوبه وحساسه ما بتستاهل يصير فيها كل هالشيء. والله يا خالي هذا اللي صار. هلا بالنسبه للمصاري مو مشكله، انا بكره بمر على المستشفى بدفع كل شيء وبترك سلفي عندهم، بس المهم انه لازم نتناوب عليها للبنت، مو معقول تصحى ما تلاقي حدا جنبها. هلا نجمه قالت لي انه هي حتضل بقيانه عندها بالمستشفى لحتى يخرجوها. شو قيس؟ ما بدك تروح تطمن عليها؟ خالي معلش، يعني قيس لسا جرحه ما طاب. أنا مقدرة ظروفه وحياتك، بس قد ما كان بهيك حالة لازم الواحد ينسى زعله، لازم يوقف مع الناس اللي بيحتاجوا. معناتها خالي نحن بكرة موعدنا بالمشفى إن شاء الله. إن شاء الله. أنا هلا بكون تسمحوا لي. تسمحوا لي. خذ راحتك حبيبي، مع السلامة. باي قيس. مع السلامة. باي. مع السلامة. مع السلامة. راسك عم يجعك شي؟ لا امي ما فيني شي. اعمل لك شي تشربه؟ لا يسلم ايديك يا حبيبتي. طيب ماما اذا بدك شي انا طالعة على اوضتي ناديلي. ماما نعم حبيبي. قديش هيك انت انسانة عظيمة. شو مناسبته هذا المديح هلق؟ يعني أنا بعرف ومتأكد إنه أنا أغلى إنسان عندك بحياتك، ومع هيك مديتي إيدك للبنت اللي سببت لي أكبر جرح بحياتي. إيه ماما، وبدي إياك أنت كمان عظيم، خلي قلبك كبير وما يعرف لا الحقد ولا الكره. بس أمي أنا. أنت هلأ فرصتك، لازم تثبت لحالك ولشيرين إنه كنت تحبها عن جد ومن كل قلبك. حابب امشي شوي، رح اغير ثيابي. مو غلط. زياد. ايه امي. قومي حبيبتي فوتي نامي، بنتك تعبانة كثير. ايه قلبي. وانت خلص شغلك بسرعة ولا يهمك. يلا يلا تصبح على خير. انت بالاهل. ايه قيس. اهلين. ليش لا؟ يلا حبيبي 10 دقايق بكون عندك انا، استناني. الله معك. باي. والله معك حق، شيء بحير. يعني اي حدا محلك رح يحتار، او يمكن يحتار اكثر. يعني في الواحد يساوي شغله واحده بس. شو هي؟ يلحق اللي بيقول له يا قلبه واحساسه. ما انا هون مشكلتي. شوي بحس انه انا بكرهها كره العمل لشيرين. شوي ثاني بحس انه لازم اطير طيران لعندها على المستشفى اقعد ممرض تحت رجليها. لا واحيانا بيخطر ببالي انه لاقي لها هذا الكلب نجيب بس مشان دعوسه ونطفه تنتيف بايدي. اي لا هي بدك تترك لي اياها الي، انا هلا بجيب لك اياها لعند رجليك منتوف جاهز. طول بالك يا زلمه. لك اضحك من الاول. لا عن جد زياد قل لي انت شو رايك؟
والله ما بعرف شو بدي لها. يعني انا برايي تروح لعندها تزورها وتطمن عليها، هيك الرجال بيعمل حتى لو كانت جايره عليه اللي بتحبه. انت ما بدك تزوق حالك؟ كم مره قلت لك بطل هالشغل واحترم شيبتك؟ صادر لي البصله شو؟ مرحبا بابا. اهلا بابا. تفضل. قديش بتريدي؟ 250. تفضل. تفضل. يسلم ايدي. اهلا وسهلا. كيفك؟ ماشي الحال، شغل بالي عليكي، قلت اجي اطمن، شو صار شيء؟ عم بستنى. لسه ما طلعت النتيجة لهلا. بتعرفي سلام، إذا ريهام طلعت أختك عن جد لازم نروح لبيت تحصل دار ونفهم منهم تماما القصة، إنه منين جابوها. بلكي لاقوها ضايعة مثل ما أنت لقيتني ضايعة. لا ما بتصور، القصة مو هيك. عندي إحساس إنه بيعرفوا القصة تماما وبيعرفوا أهلك. كل الأحوال ما في داعي لنستبق الاستنتاجات. لسا النتيجة ما طلعت وبجوز ريهام ما تكون أختي. شو عم تحكي أنت؟ أختي؟ أختك التوم أكيد. بس شو اللي خلاها توافق على الفحص بعد ما كانت رافضة بالأول؟ بلكي صار عندها شكوك وحابة تتأكد منها. طبعا بده يصير عندها شكوك لأنه الشبه بيناتكم مو طبيعي. السلام عليكم. سلام. أهلين. إيه تكرم عيني. بابا خليني نروح، أنا مستعجل شوي، بدل ما طلعت نتيجة خبريني فورا. إن شاء الله. يلا باي. باي. عمو والله مو خبرية. طيب خالتي محسن طولي بالك انت، ان شاء الله شغله بسيطه. طيب ولا يهمك ولا يهمك، هلا جاي لعندكم بدك منيح، حتسلم عليك. يلا الله معك خالتي، الله معك. حول ولا قوه الا بالله. ادريس. ايه معلم. لاحظ مين السياره الفيرنا اللي برا بيطلع على الضيعه مستعجل، يلا بامرك. شو بلاقيك لبستي امي؟ بدي روح معك. لك يا امي مشواري روح ارجع، انا مو حرزانه تروحي معي، لا تعذبي حالك. لك امي لا عذاب ولا شيء، بعدين ابو حسين ومرته هدول مثل اخواتي، وما معقول ما اكون معهم بهيك صرف الا اذا كنت بدي اعذبك. لك شو تعذبيني لك امي، والله بحمل لك على كتافي لحتى اموت، بس ما بدي غلبك معي اليوم. سلامة قلبك، يلا امشي امشي امشي. لك بامر الحلوين، تفضل.
في حال؟ لا دور لي السيارة. أنا اللي بدور. يا طيب! لك شو ما بتفهم أنت؟ لك كم مرة قلت لك ما تقعد ورا الدركسيون؟ العمى على هالسرعة! لك يا ابني ما بيصير تحكي مع عمك شي حا هيك، ما بيصير. صار لك شي؟ لا الحمد لله على السلامة منيح. ايه الحمد لله على سلامتك. لا تزعل من زياد، قطعت له قلبه هو من خوفه عليك. اه بتجوزي بيمون. ايه خلاص لكان، يلا روق حصل خير. روق ابو شيح روق، ايه والله خوفتنا عليك يا رجل. دريس مر معلم، احكي مع ابو لطفي وشوف السيارة شو بدها تسويج، وارجع حصل من اول وجديد. ها بدك تعطي فيها شيء؟ بامرك بامرك معلم. يلا بخاطركم ما بنطول، شرفي امي. شو معلم مو رايحين بالسيارة؟ لا طالعين بالسيرفيس. دير بالك على حالك. لا حول ولا قوة. بهوني الله يسركم. ما عم افهم. طالما بتحبه لقيس لهي الدرجة، شو الله بلاها تتجوزه للمنتج؟ والله يا خالي نفسي اعرف. هلا من اول ما جبتوها وهي على هالحالة؟ اي والله يا مدام، بس اليوم مش الصبح بلشت تحكي شوي، وخبرني الدكتور ان هذا الشيء كثير منيح. الحمد لله. انت وين عم تنامي؟ ما عم نام، طول الليل قاعده بجنبها على الكرسي. خالي نجمة بنت اصل، عن جد يعني لو كانت امها واختها ما حيديروا بالهم عليها بهالتفاني هاد. هذا من لطفك يا استاذ. اسمعي نجمة، اليوم بتروحي تنامي عندي. طيب والست شيرين؟ ولا يهمك، أنا هلا بشوف الممرضة المناوبة بوصية فيها بخليها تدير بالها عليها. أنت لازم تنامي وتستريحي، وإلا بعدين بتمرضي، بصير بدهم يقوم فيكم أنتوا الاثنين. بس يا مدام ما في بس ولا شيء، مثل ما حكيت. مثل ما بدك. صحيح محمد، ما بين حدا من أهلها لهلا؟ خالي أم قيس شيرين مالها من الشام، وأهلها مو دريانين بكل قصة زواجها. شو هالحكي؟ صحيح اخوها امبارح اتصل وما عرفت شو بدي اقول له، مدري كيف طلع براسي انه مسافره برات البلد وعم بتصور. برافو عليك نجمة، برافو. لا حبيبي مو صحيح، اهلها لازم يعرفوا. يعني خالي انا برايي بس تصحى هي بتقرر، يعني يا اما بتخبرهم او بتخبي عنهم. ايه والله يا ابو شريك هذا اللي صار، بينتو في حدا عم يحركش ورانا وناوي لنا الشر طبعا، والالعن انه بيعرف عنا شغلات كثيره العمى، حتى اسمائنا القديمه ناكشها وعرفانا، بيعرف انه كان اسمك فهد وبيعرف انه كانوا يلقبوني بالغول. لا الظاهر انه مو ناوي يخبر لا الشرطه ولا الجمارك. هذا سؤال بينسأل مثل العادي بيكون بده قرشين. طيب يا سيدي شوفك وبحكي لك كل شيء. باي باي. فادي بتعرف شو بيخطر لي أحياناً؟ أحياناً بيخطر لي إنه أنت ورامز وأهلي قرايبيني كلياتهم، كأنه بتعرفوا شي سر أو شي قصة أنتم متفقين عليها أنا ما بعرفها. هلا اتركيني من أحاسيسك، قولي لي إذا طلعت نتيجة الدي إن إيه إنه أنتم إخوات، شو بدك تساوي؟ شو بدي ساوي؟ والله ما بعرف. لا ريهام، بكره لازم تكوني جاهزة مشان تتقبلي هذا الاحتمال. إنه سلام أختي؟ إيه؟ بجوز جن؟ بجوز اتهمك إن أنت وسلام متفقين علي مع المخبر. أنت عن جد عم تحكي؟ إيه ليش لا؟
شو قليلة إنه تكتشف بعد كل هذا العمر إنه أنت عندك أخت وما بتعرف بهذا الشيء هيك ومنغامض علمه؟ لا يا ستي وأنتي صادقة، أخت وأهل جداد كمان. فادي إن شاء الله حاجة توترني، خلقها أنا أعصابي بالأرض. لا خلص كله ولا أعصابي، خليكي على راحتك، بكرة بيدوب التلج وبيبان المرج. فادي أنا إلي عندك طلب. تكرم عينك. شو ما كانت نتيجة التحليل بدي اياك تخبرني فيها قبل ما تقول لها سلام، اوكي؟ ما في غير هذا الواطي حمود بيساوي هيك عمله ناقصه، الله لا يوفقه شو ابن حرام. لا يا ام حسين لا، ما بيجوز تحكي على الزلمه هيك. شو نسيتي انه هذا عمه لزياد؟ ولا يهمك خالتي ام حسين، خذي راحتك وفشي خلقك، اساسا كل شيء عم تحكيه مزبوط. يا جماعة فعلاً البطن بستان، تقولي هالندل حمود مو أخوه للمرحوم محمود؟ لك كان يمر رئيس الدورية ويساوي حاله مو شايفه، مو بس هيك، كمان كان في عناصر من الشرطة ويجوا يشتروا دخان من عنده. يلا بسيطة، إن شاء الله الله بيعوضكم، المهم إنهم ما أخذوه لأبو حسين. مو مشكلة أختي مو مشكلة. أنا بعرف كيف آخذ حقي من حمود ومن غيره. كل شيء بوقته حلو. عمي انا هلا رايح اشحط لك حمود من شعره لعند رجليك واعمل فيه اللي بدك اياه. لا يا عمي يا زياد لا، شو هالحكي هذا؟ بعد عن المشاكل، انت خليك بعيد عن المشاكل، ومثل ما قلت لك كل شيء بوقته حلو. المهم قل لي شو صار بقصه الغول وفهد؟ رزان قالت لي انه الجماعه استووا على الاخر، يعني نكشه وبهروا. اوعكم تنسوني من اي شيء عم تفكروا فيه او عم تخططوا له، وان شاء الله نهايته قريب رح تكون على يدي. ولا يهمك عمي، رح نخبرك بكل شيء اول باول. يلا بدكم تسمحوا لنا. وين لسه بكير؟ بدي امرق صوب نعيمه، بدي جيب من عند اوراق الارض والبيت، بدها اياه الرزان. طيب حمود بلكي يسترجي حوص هيك ولا هيك، بنكش له الخمير والفطير، اساسا كل شيء مسجل باسم جدي بالطابه. يا عمي خلي معك دول. اعوذ بالله. لا يا عمي انا مثل ابنك. وعز ان شاء الله لك ابني وعز ان شاء الله. وحياه الغالي بترابه، الامور مستوره وماشي الحال، واذا لزمني شيء مالي غيركم. اللي بيريحك عمي. الله يرضى عليك يا ابني. الله يخليك يا خالتي ام حسين. يلا بخاطركم. بخاطركم. الله معكم من عادي يا ابني. مع السلامه. الله عمر يا عمي ابو حسين. الله معك. شي ما